مساء الخير، اتمنى تكونوا بخير وصحه وسعاده. وانتوا بتتابعوا فيديو النهارده، وصفتنا هي مدبوس الدجاج السريع او كبسه الدجاج السريعه. وطبعا ما ينفعش ما نذكرش ان الوصفه دي خليجيه بامتياز. النهارده هنقدمها بسهوله وسرعه خياليه، بس جهزوا كل المكونات جنبكم، واوعدكم ان الوصفه دي هتاخد منكم ماكسيمم نص ساعه. لو بتشوفوني لاول مره، انا اسمي بسمه، اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ودلوقتي يلا نبدأ بالمقادير، واللي هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنحتاج 4 صدور من الدجاج متقطعة مكعبات، أنا تبلتها بصلصة وملح وفلفل. تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي لو حابين. عندنا زيت نباتي، معجون ميكس ما بين الثوم والزنجبيل، وعندنا كمان كزبرة ناشفة، والبهارات الصحيحة. البهارات الصحيحة أنا بحطها في مصفى بتتقفل، بنزلها في نص الوصفة تقريبا وبشيلها. الخطوة دي هتوفر عليكم ان انتوا تصفوا الشوربة عشان تسووا فيها رز. وعندنا معلقة من السمنة العربي، وزعفران منقوع في مية، وعندنا كمان صلصة، وجزر مبشورة، وبصلة متقطعة مكعبات، وطماطماية كمان متقطعة مكعبات، طبعا بهارات الدجاج، وعندنا معلقة صغيرة من الكركم. ودلوقتي يلا نبدأ بالطريقة. في الحلة على النار هنضيف الزيت. انصحكم تستخدموا دايما للرز حلة تكون كبيرة شوية، حتى اكبر من المقدار اللي هتستخدموه، لان ديت بتدي الحقيقة فرصة للرز في كل حباية ان هي تستوي براحتها، وان الرز ما يلزقش في بعضه او يعجن. حباية الرز بتتمدد وبتاخد راحتها خالص لان في مساحة، والرز بتاعكم هيبقى نسري والحباية بحبتها. دلوقتي احنا ضفنا البصل، هنقلبه كويس جدا ونسيبه يتحمر. احنا عايزينه يدبل وريحته تطلع. بعدها هنضيف الكزبرة. انا ضفت الكزبرة مع البصل لان بتفرق في الطعم كتير عن ما نضيفها مع باقي البهارات. بعدها هنضيف الثوم والزنجبيل وهنقلب كويس. لما يتحمروا مع بعض هنضيف باقي البهارات. هنقلب كويس زي ما انتم شايفين، ونسيبها كده تتحمر مع البصل. بعدها نضيف الجزر بتاعنا ونقلب شوية، وبعدها نضيف الصلصة. قلبهم مع بعض كويس عشان يمتزجوا كلهم مع بعض، وبعدها تضيفوا الطماطم. بعد ما ضفنا الطماطم هنضيف الدجاج بتاعنا على مرحلتين. دي أول مرحلة ونقلب كويس، لما لونه يغير ويمتزج بباقي المكونات هنضيف الجزء التاني. يدوها كمان تقليبة وغطوا عليها وسيبوها شوية. بعد ما سبناها شوية هنضيف المية بتاعتنا ونسيبها تقريبا لمدة نص ساعة. غطوا عليها ووطوا النار وسيبوها ترتاح على مهلها. بعد ما سبناها نص ساعة على النار هنرفع من عليها الغطا، هنشيل البهارات الصحيحة بتاعتنا، خلاص احنا كده مش عايزينها. ودلوقتي هنضيف الزعفران، بعدها هنضيف الرز بتاعنا ونقلبه كويس، نتأكد ان هو نزل تحت المية والمية غطيته تماما. هنغطي الحلة بتاعتنا تاني ونسيبه تقريبا لمدة نص ساعة. بعد ما خلصناه الرز بتاعنا نسري والحباية بحبتها زي ما انتوا شايفين. هنغطي عليه ونسيبه 10 دقايق بعد ما طفينا النار. البخار هيفككه اكتر او اكتر من بعضه، وده شكله في طبق التقديم. احنا كده خلصنا وصفتنا، اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تسيبوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك. وطبعا بالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. انا بشكركم جدا على حسن المتابعة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وانتم بألف خير، وباي باي.